يذكر الشيخ مسائل. أصول المسائل عند علماء الفرائض كم؟ أصول المسائل ما حد يعرف إخواننا فرائض. طب إذا ما تنسى ماذا تصنع؟ مر بي يوم نحن ندرس الفرائض وتعرف يعني تسطير ودفاتر وصح وخطأ وأرقام وكذا. مر بنا رجل يوم من الأيام وهذا الإشكال عندنا أن يتكلم الرويضة ويسمع بعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مر بنا نظر جاهل جهل مركب. نعم نعم جاهل جهل مركب. نعم مر قال إيش هذا؟ سأل أحد الطلاب قال إيش هذا؟ قال هذا فرائض. قال نعم تتكلم عربي؟ قال إيش؟ قال فرائض. قال ما معنى الفرائض؟ قال مواريث. قال ما معنى المواريث؟ قال قسمة التركات على مستحقيها، إذا مات إنسان نقسم التركة على الورثة. قال ما شاء الله تدرس الفرائض؟ قال نعم. قال سبحان الله الناس يقتلوا ويموتوا من البرد وكذا وأنتم تقسموا تركات هنا؟ طيب ماذا تريد؟ طب أنت ماذا تصنع أصلا؟ كلم نفسك يا أخي. فأنا قلت له اسمع هؤلاء الذين يموتوا نحن الآن نقسم تركاتهم والحمد لله، أنت إيش تصنع؟ صحيح ولا لا؟ سددنا ثغر الحمد لله. نعم